بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس سابق شرحت كيفية تحميل وتثبيت مكافح فيروسات الـ ESP Disk Security. هذا يعني ولذلك الوقت أنا آسف يعني لم أشرح كيفية العمل به. سوف بإذن الله اليوم بإذن الله تعالى سوف أشرح كيفية العمل به. نبدأ على بركة الله. نفتح هنا استطيع ديبكس عن حالة الحماية يعني وفتر اوردناتر اي بروتيجي معنى محمي. هنا نافيغاس يوهب سيكيريزي معناتها يمكنك التصفح عادي كان متصفح عادي متصفح محمي يعني ضد الفيروسات. وهناك بورديدوني بريفونسيون هنا يمكن حماية ملفات من النسخ في حماية ملفات حاسوب النسخ على USB أخرى خارجية يعني حمايتها بموت باس أو بكلمة سر هكذا. وهنا عدم عند يعني إدخال USB حماية الحاسوب بكلمة سر للESB يعني عند إدخال USB لا تعمل إلا بإذنك. يعني عند إدخال USB يتظهر له رسالة هكذا تطلب منه كلمة سر ويعني للعمل على حاسوب بتلك الESB يعني إن لم توافق يمكنك لا يمكن إعطاءه كلمة سر ولا يمكن عمله على حاسوبك. بوكلي ESB معناتها تحذيرات يعني إدخال ESB سوف يتم يعني فحص للESB. هناك تحذيرات ديموناس يعني إذا كانت فيروس تظهر هنا وإيطا هنا يعني إذا كانت خطيرة أو متوسطة. وعند إدخال ESB أيضا تظهر overty security يعني إذا كانت الESB مملوءة بالفيروسات وتضغط على overty security تظهر هذا الميساج يظهر هذه الرسالة. عند الضغط عليها لا يمكن نقل الفيروسات من الESB إلى الحاسوب يعني ما شاء الله. وهنا scan ESB يعني عند إدخال ESB تضغط هكذا scan وتبدأ بالفحص يعني فحص ESB. عند رؤية أي مناص أو تحذيرات هنا يمكن مسحوها منه السفخيسيون سيبخيمي وتمسحوه عادي. سيت فيهم يعني عند هناك بعض الروابط مشبوهة يمكنك يعني كنترولي ليرن يعني معاينة الرابط إذا كان إذا كان في فيروس أو لا يمكنك معاينته بفيروس توتال أو جوجل أو يعني هذه مكافحات فيروسات للروابط. أنا أفضل فيروس توتال يعني ممتاز. وهنا بروتكسي يعني شرحتها في المرة الأولى عدم نسخ محتوى الحاسوب إلى ESB وحمايتها بكلمة سر. يعني أي أحد يريد نسخ أي ملف من حاسوب إلى ESB خارجي يطلب منه يعني كلمة سر. وهنا العكس يعني عند إدخال ESB لا يمكن عمله على حاسوبك إلا بكلمة سر والتي تكون تعرفها إلى أنت بالطبع. وتيل سيستم يعني هنا نتواي ديديس يعني هنا يمسح لك ملفات مؤقتة يعني عند تصفح الانترنت مثلا هناك ملفات مؤقتة يعني ملفات تامب او عند تصفحها بغير الانترنت هناك ايضا ملفات تامب يعني ممكن مسحوها من هنا هكذا نضغط هكذا كومونسي لنتواج هكذا كومونسي لنتواج الحمد لله يعني مسحتها الان. وهناك ايضا سيستم دو ريباراسيون يعني يمكن اعادة يعني ملفات يعني ملفات كما نقول يعني إعادة ضبط الملفات سيستم ريباراسيون يعني إذا كانت ملفات يعني ضاعت أو نقص منها ملف أو يكون إعادتها إلى شكل عادي بهذا السيستم دو ريباراسيون. ليز دي ديماج أوتوماتيك هنا يعني عند اشتغال الحاسوب هناك بعض البرامج تشتغل عند بدء اشتغال الحاسوب يعني هذه البرامج يعني يكون الحاسوب حاسبك بطيء وذلك أن هذه البرامج تشتغل. أنا أنصحكم يعني بترك فقط برامج الحماية وجدار الحماية أيضا والأخرى يعني تضغط هكذا وتضغط على ديزاكتيف يعني تعطلها يعني عند بدء تشغيل الحاسوب. وهذا ما لدينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.